بالنسبه لسيدي يمين، سيدي يمين انا نكن له موده خاصه، مش من اليوم. سيدي يمين انا عرفته ايام ما كان مدير المدرسه، مدرسه الدبابات، سلاح الدبابات في 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 بيتنا. كان رائد انا ذاك تي كوماندو، وتواصلت معاه. هو لما تكلم مع سيدي يمين راك تتكلم مع جزائري قح، هو جزائري يعني في التصرفات وفي انسان نزيه، انسان ومانيش نجامل فيه، نقولها من صميم يعني، من انسان نزيه، انسان وطني، انسان عمره ولا خدع في اي مرحله من المراحل. ينفعل مثل ما ينفعلوا الجزائريين، ويفرح مثل ما يفرحوا الجزائريين. انسان انا نشهد له انه يعطف كثير 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 على البساطه. وهذه ملاحظات جايه من معرفه تاع 30 و 35 سنه، مش من اليوم، حتى نقول من 77 ايام ما كنت في 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 بيتنا. سي اليمين اليوم عنده ظروف خاصه ما تسمحلوش باش يتنقل العاصمه. انا بيناتنا تبادل مكالمات هاتفيه حميميه، يعني شجع فيا دائما بالنسبه للمنهجيه اللي اختارينها. ومتوعدين اول ما تسمح له ظروفه باش يجي للعاصمه نتلاقوا، ولا ظروفه سمحت له باش يجي للرئاسه مرحبا، والا نتنقل له لبيته. ما عنديش فيش معنى يعني. ورايه مفيد جدا.